فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما هو الضابط الذي نفرق فيه بين الكفر والشرك الذي يعذر فيه بالجهل؟ ما يا أخي، ما يعذر بالجهل إلا من عاش منقطعا عن العالم ولم يصل إليه شيء، باق على أصله ولم يصل إليه شيء، هذا يعذر بالجهل حتى يبين له، وهذا يكون حكم أهل الفترة. وأما من بلغه القرآن وبلغته السنة وبلغ كلام أهل العلم ولكنه لم يقبل ولم يلتفت إليه واستمر على ما هو عليه، فهذا لا يعذر بالجهل، نعم، لأنه بلغته الحجة، نعم، بلغته ويفهمها، ولو أشكل عليه شيء بإمكانه يسأل، نعم.